السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة رجاء المغربية. وصفتنا لليوم عبارة عن صابلي بريستيج بالشوكولاتة السوداء، رائع شكلا ومذاقا. بلا ما نطول عليكم، ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة لهذا الصابلي غادي نحتاج 4 ديال الزبدة مارغارين، يعني الخاصة بالحلويات، تكون بحرارة المطبخ. هنا غادي نضيف عليها زلافة صغيرة ديال السكر الناعم ولا السكر كلاصي، وضروري يعني غادي نضيف قبيصة تاعت الملحة لتحسين الذوق. وغادي نعجنهم مزيان يعني حتى يدخلوا ويولوا ليا كريميين، يعني يعطوني واحد الخلطة كريمية. غادي نضيف عليهم البيض، هنا استعملت بيضة كاملة زائد 2 ديال الصفار، يعني 2 صفار البيض وبيضة كاملة. غادي نعجنهم كذلك عفوا حتى يدخلوا ليا ويمتزجوا ليا مع ديك الزبدة والسكر كلاصي. من بعد غادي نضيف زلافة صغيرة ديال الزيت، يعني نفس الزلافة اللي عبرت بها السكر كلاصي غادي نعبر بها كذلك زيت المائدة. غير تبعوا البنات هاد الطريقة ان شاء الله غادي تنجح معكم، وغادي يجيكم الصابلي هشيش تيدوب في الفم. هنا غادي نسم انايا بالناطة، يعني بالنسبة لهاد الصابلي خاصة تنستعمل فيه الناطة لانها تجي مواتية مع المذاق ديال الشوكولات. غادي نخلط وكذلك جيدا، يعني ديك الزبدة والزيت والبيض خاص ضروري، يعني هالطريقة تتجي زوينة وتتجيب لكم الصابلي رائع. تنبقى تنحرك مزيان ولا نخلط مزيان ونطرب حتى تدوب ليا ديك الزبدة. هنا غادي نضيف الكاكاو، استعملت تقريبا 4 المعالق كبار ديال الكاكاو لان الكمية ديال العجين عندي كبيرة، غير انا تنضيف شوية بشوية، يعني هنا ضفت شوية ومن بعد ما دخلته يعني ندخله في هذاك المزيج كامل، من بعد غادي نضيف عليه الشوكولا الاخر. ها انتم تشوفوا البنات، وانا تنطرب وانا تنحك ديك الزبدة باش تاخذ ليا اللون ديال الشكلاط، باش فاش نسرح العجينة تكون عندي لون واحد، لون ديال الشكلاط، ماشي تكون عندي باقية فيها الزبدة مكركبة. ضروري يعني البنات غير تبعوا هاد المراحل، تبعوا هاد الخطوات، وان شاء الله راه غادي يجيكم كيف ما بغيتوه. ها انتم هنا راه تنضيف الشكلاط، يعني تنطرب وتنضيف الشكلاط. ها هي العجين ديالي كي شفتوها، يعني خدات لون واحد. كنبدا نضيف الدقيق اللي غربلته، يعني شويه بشويه وانا تلم. وحاولوا البنات العجين تبقى لينه دائما، يعني كنصيحه اي عجين ديال هاد الصابليات ديال الغريبات كذلك، يعني جميع انواع الحلويات انا اللي حطيت في القناه عندي، راه تنصحكم باش تخلوا العجينه تبقى مرخوفه، اللهم تبقى مرخوفه، وتضيفي ليها الدقيق اولا تبقاي تضيفي 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 حتى تقصح لك ويبقى عندك تحل ليها. هنا بالنسبه للدقيق تاخذ شويه الدقيق، يعني قرابه الكيلو، غنتيا عينك ميزانك وعلى حسب كذلك نوعيه الدقيق كيف ما تنقول لكم دائما. هنا غادي نضيف الخماره، يعني من الحجم 7 غرام. هاد النوعيه البنات هي اللي تنديرها انا في الصابلي، تندير فقط نصف خماره، يعني الخماره تاع 7 غرام تناخذ منها 3 غرام ونص فقط.
بالنسبة للنوعية الأخرى هي تتخمر، تنستعملها أنا في الكيك، هذه تنستعملها في الصابليات باش تيجيني داك الفوليم هو هذاك وما تيتنفخوش ليا بزاف. بعد ما جمعت العجين ديالي انتما كيف ما تتشوفوا هذه هي النتيجة النهائية ديالها، هكا تتكون. بعد ما خليت العجين ديالي ارتحت شوية قسمتها يعني الى كويرات، ودابا غادي نبدا نسرح وندلكها يعني رقيق، ما نخليهاش تكون غليظة بزاف، يعني رقيقة فقط. بالنسبة للخميرة انا اللي استعملت غير باش تعطيني ديك الهشاشة، انا ما بغيتهاش تكون غليظة، يعني الصابلي كل ما كان رقيق تيجي تيدوب في الفم وتيجي هشيش ورائع، اما الا كان غليظ تيكون مدقس. يعني كلنا عرفنا فقط هادو معلومات للمبتدئات. هنا غادي نجيب هذا المرشم الدائري، طابع دائري، يمكن لك الا ما عندكش طابع فقط استعملي غير الكاس تقطعي به. غادي نبدا نهزهم شويه بشويه، نحطهم في طاوه اللي فرشت فيها ورق الطهي، الا ما كانش عندك ورق الطهي تكتفين فقط ترشي شويه ديال الدقيق في الطاوه وتحطي، لان فيها الزبده راه ما غاديش تلصق لك. انتما غادي ندخلها للفران اللي سخنته، غادي نقص ليها ونخليها تطيب، غير هي ردوا ليها البال انا دغيا تطيب لانها رقيقه. بعد ما طاب ليا الصابلي خليته تبرد، لصقته بالكونفيتير، يعني كل زوجات لصقتهم بالكونفيتير. ثاني حاجه غادي ناخذ هذا المول ديال الورده، غادي نعمره بالشوكولاط الاسود اللي ذوبته في حمام مريم مع معلقه صغيره ديال الزيت، يعني تنحاول نعمر جميع الجوانب. فاش تنعمرهم تنبدا نضرب به، يعني باش كل شيء البلايص ديالو يعني كل جانب منه يعمر ليا بالشوكولاط صافي. وغادي ندخلهم للثلاجة حتى يجمدوا، يعني حتى يشدوا راسهم مزيان. غادي ندوزو للمرحلة الثانية في التزيين. هنا غادي ناخد كل صابلي، يعني كل جوجات راه شتو القوام تاعو تيكون رقيق، غادي ندهنو بالكونفيتير. استسمح انا ما بينش بزاف الصوره الفيديو، تندهنها كلها بالكونفيتير وتنحطها في الفيرميسير كيف ما شفتوا البنات. غادي ندير نسبق ليها لتحت هو الاول، من بعد تندور الجوانب الفوقانيين والجوانب، يعني الجوانب ديال الصابلي والفوق كذلك، تندير غير النص ديالو وتنخلي الوسط خاوي. انتم غادي تشوفوا النتيجه كيفاش البنات. صدقوني تبعوا غير هاد المراحل البنات، راه هاد الصابلي تيجي رائع تيدوب في الفم. هانتوما ها هي النتيجه، يعني عمرت لتحت والجوانب فقط، يعني وتدخلوا الوسط خاوي. غادي نعود معكم وحده اخرى. الا كنتو الاول مره تتشوفوا القناه ديالي، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والبارتاج يعني لتعم الفائدة. هانتوما كيف ما شفتوا، هاهي دورتها كلها في الفيرميسيل وغادي نحطهم حتى ينشفوا. دابا خرجت الشوكولا تاعي من الثلاجة،
ها هو الصابلي ديالي بعد ما نشف يعني لصق هذاك الفيرميسيل فيه وما بقاش تيتلصق ما بقاش تيطيح. غادي ناخذ وكذلك الكونفيتير تنديرو الوسط وغادي نحط عليه داك الشوكولا ونضغط عليه باش يلصق. وتيخرج البنات كمية كبيرة ما شاء الله. يعني هاد الكمية اللي عطيتكم ديال هاد العجين غتخرج كمية تبارك الله كثيرة. وهنا درت عليه الشوكولا وزينت بهاد الحبيبات ديال الشوكولا. يعني كل حاجة درتها في هاد الصابلي الا وتتزيد تعطيه مذاق في مذاق رائع رائع وتيدوب في الفم. الصابلي ديال اليوم ها هو وجد. يعني صابلي الشميسة السوداء بأربع أنواع من الشوكولات ها هو وجد. تنتمنى إن شاء الله تجربوه وينال الإعجاب ديالكم. وكما العادة إلى عجبكم فيديوهاتي ما تنسوش تدعموني بلي لايك والبارتاج لتعم الفائدة. الناس الجدد مرحبا بكم عندي. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالصحة والراحة وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.